في 25 من أبريل عام 1986 تعين إغلاق المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبيل لإجراء أعمال صيانة روتينية. ذاك المساء بدأ المهندسون باختبار تجريبي لنظام التحكم الكهربائي، إلا أن العمال قاموا بانتهاك قوانين السلامة وأطفأوا أنظمة تحكم مهمة، ما سمح للمفاعل الذي يعاني أصلاً من خلل تصميمي ببلوغ مستويات طاقة منخفضة وغير مستقرة. وفي 26 من أبريل عند الساعة 1:23 أدى تدفق مفاجئ بالتيار إلى تحطم وعاء المفاعل، ما تسبب بقذف السقف في الجو. وحملت الحرارة والدخان المواد المشعة إلى السماء لمسافة كيلومتر قبل أن تقطع نصف الأرض الشمالي بالكامل. 8 ملايين شخص تعرضوا للانبعاثات الإشعاعية في أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا، وتسببت الكارثة في تلوث 155,000 كيلومتر مربع. حاولت موسكو التخفيف من وقع الكارثة في حينها، إلا أن فظاعتها لم تكشف للعالم إلا عند وصول سحابة إشعاعية إلى شمال أوروبا بعد مرور بضعة أيام. في السنوات الأربعة التي تلت حضر 100,000 الموظفين إلى تشيرنوبيل لإزالة التلوث من الموقع، ولم تتوقف المفاعلات الثلاثة المتبقية عن العمل، ولم يغلق المجمع بالكامل حتى 12 من ديسمبر عام 2000، أي بعد مرور 14 عاماً على الحادثة. وتبقى حصيلة الكارثة لغاية اليوم متنازعاً عليها، إذ تتحدث المصادر عن 4,000 إلى 100,000 قتيل.